من جديد معكم مشاهدينا، ومعانا مبدع اليوم الشاعر نصر الدين علي. صباح الخير يا نصر الدين. صباح النور. صباح الخير عليك، سعيد بالاستضافة وإن شاء الله نكون خفاف على السادة المشاهدين. إحنا أسعد أكيد. الله يخليك. بداية عايزين أول حاجة نسمع لك حاجة. جميل. انتميتك وطن، انتميتك وطن، وكنت عاشق تفاصيلك، صراعاتك مع الحرقة ونبرة حزنك العاصف، نكش الحنة في إيدك، خطوط متفاعلة رغم الخوف، ملامح طفلة في عيونك، أحزانك مواويلك، وكان انتماي لسكتك جزور شربت سلاف النيل، نبت عشقك بشارة خير ونسمة فال، ويوم خالطني فيك حابيل ما قاتلت شان ألقاك تجهزي في قرابينك، تناجي الشمس كان تطلع وحبتك للغيوم بشرة، تعالي بين سحاب الفرقة يتجمع وتنزل في المطر، عافية على كل السحول مقنع، رقصت مع الغراب مردوم على إيقاع مناحاتك، فما تعبت خطاوي الرجعة من غيبتك، ولا تشحت عيونك نوم تراقب في الضفاف، مشرع وانتميتك حدود مليانة بحسك حوية ولون، تمدي على الشوارع إيد وتغزل إلى الفرح، منديل سرحت مع الخيوط تحت ساقتني المحبة، أسير درويش في جلال عينيك وأدركتك، شربت الزهد من كفك وأيغنت بأنك نور صراط الحق، ومشكات الطريق للسابلة في درب الحيارة دليل، وانتميتك في ناس ترقص ترقص على إيقاع سلالم الحرب، لا سيل النزيف خفة ولا مسحن أعصاب عينك على خاطري، أكانت حج جراح الفيني يوم يشفى، إذا بقت الحبيبة وطن فهل دمع النزوح جفة، إذا بقت الحبيبة وطن فهل دمع النزوح جفة، وانا الراكز على ارضك بتحمل صياط الحم وانت تزيدي في الرجفة، فما فضل معاي اسف غير ارحل وغني عليك سلامات، ما يدخلك خوف يا غالية يا سمرة، بر الوجع بالعافية حس الرياح غربال، انا ما افترضتك زيف لا كان حواك صدفة، انا ما افترضتك زيف لا كان حواك صدفة. يا سلام نصر الدين، يعني حلوة انه تكتب عن الوطن يعني حبيبتك اللي انت بتكتب لها، الاحساس بيوصل يعني بصوره كبيره. تسلمي. اول حاجه عايزين نتعرف على نصر الدين. نصر الدين الشاعر. طيب انا نصر الدين علي شاعر، ف بديت اكتب مما انا طفل طبعا، فزي ما قلت لك قبل الهوى انه كانت كتابات ما بترغى لمستوى انها كتابات شعريه وكذا، بس فيها احساس يعني فيها بالضبط كذا. ايوه الاحساس كان موجود، حتى الناس كانت بتقول انه نصر الدين ده عنده احساس الشاعر يعني من خلال التعامل وكذا. فبعد ذاك الكلام ده كان في المدرسه، وبعد ذاك انتقلنا للدوره المدرسيه اللي هو في الثانوي. سنه كم تتذكر؟ ما بتذكر بالضبط، 2011 او 2010 2011 شاركنا في الدورة المدرسية باسم الولاية هنا، وتوفقنا في انه ننال المركز الاول. متذكر القصيدة كده اول قصيدة شاركت بها في الدورة المدرسية؟ للأسف ما متذكرة، بس بتذكر تفاصيلها. كان نص جميل عن الأم، فلقى احتفاء كبير من الوسط عموما. ليه ما متذكرة؟ والله يمكن لأنه النص طويل، وبعدين الكتابات في الأول دي بتتنسي، لأنه بعد ذاك أنت بتتطور. أيوه كل ما تكتب فبيقوم بتنسى أو بتفضي مساحة في الذاكرة لنصوص جديدة يعني. طيب كيف طورت نفسك من أول قصيدة لحد الآن؟ كيف طورت نفسي؟ التطوير طبعا الشاعر هي في الاساس موهبه من ربنا، فبعد ذاك القراءه أيوة ممكن أكيد نقول اكيد بعد ذاك بيبقى الاطلاع واطلاعك انت ذاته على الحاجات المكتوبه وعلى على الناس السابقين في مجال الشعر هنا في السودان. عندك شخص معين بتقرا له؟ بقرا لناس كتار ومتاثر جدا باستاذنا الكبير الغامة أزحري محمد علي، له التحية من هنا، واستفدت من نصايحه كثير برضو. بقرا لشعراء كتار وبقرا لمؤلفين كتار، فاكيد استفدنا من المجال ده. الحاجه اللي استفدنا منها ثاني مرحله الجامعه،
في جامعة في حاجة اسمها المجموعات الثقافية، وأنا بنتمي لحاجة اسمها مجموعة ظلال الثقافية، التحية لهم من هنا. كلهم ظلاليين جميلين جدا، وهم ناس بيعمروا ساحات الفرح في جامعة السودان الجناح الغربي. التحية لهم، وهم الآن بيحتفلوا بإطفاء الشمعة، بيطفاء الشمعة في الأيام الجاية، ومتحدين جدا. فالجمعيات الثقافية دي بتنشط انك تبكي طوالي ليها دورها الكبير في انتاج الشاعر ذاته ذات نفسه. هي يعني ما متخصصه في الشعر وبس، مثلا في 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 مجموعه ظلال الثقافيه عندنا المسرح والدراما والشعراء، ثقافيه عامه حتى القصصين. فمجموعه ظلال ادبتنا وعلمتنا كيف نكتب الشعر، فحتى التفاصيل الصغيره بتاعت النص، واحنا كل يوم بيكون عندنا ورشه. فالجو الجو جميل جدا. التحيه لظلال. طيب نصر الدين، عايزين نسمع منك حاجه ثانيه. طيب نسمع حاجه ثانيه. سرجت المعاني الرسول، وقفت خيول احساسي كان دربك ضحب، صدت خوافلك شوقي قبل تعلم قبائل الجن، بدونك راح فراق الجنة لجنات خطوفة حلال بقيت عالك، لا غيمك شرح للريح بزور سرك، ولا مطرك على جد السحول نقط بقيت عالك، أداري الرملة خوفي وقت تلسم مساماتها تمحى من الأرض خطوك، دليلي عليك دون حداي دليل للريح وقت أنك تجادلني إنك كنت موجودة، ولو خاطر خطر في اللج ساورني علي حد الأمان بقيف، على نسف الغياب في الروح على شعس الحجير والصي، أتكي على الزمن أو جائي وتوسد ملامحك شوق، أحلم برؤاك صحوة تجلي الخصة من نبضي، وأحلم إني درويشك وكل الكون يدور بين خصلتك حضرة، وحلقة عميقة للذاكرين تطل من ذاتك المشكة، تمد الضوء على الحاضرين وتجري على السكون نصك، فيحمس في ندر ويشك عيناك كوصلة اليقين، السر في الإدراك وأنا العاشق أدركت معنى أن أقوص ولا أصل، ويحمس في ندر ويشك عيناك كوصلة اليقين، السر في الإدراك وأنا العاشق أدركت معنى أن أقوص ولا أصل، وصحيت من حلمك الشاسع أداري الرمل من خطوك، واتكي على الزمن جرحي أقيس بعد المسافة إليك، وما فتر العشم منك ولا مني، زادي عليك صبري وشوق وصفورتين حفظا غنيتي قاعك، وترتيلك كمنجة نوح على حزني، دفتر رسم أشعارك خيالاتك، وتفصيلك كمنجة نوح على حزني، دفتر رسم أشعارك خيالاتك وتفصيلك. نصر الدين، يعني مدرسة جديدة إنك تمزج بين الدارجة واللغة العربية الفصحى في الشعر. هي أنا بسميها الشعر السوداني. اللي هي أنا ما يعني ما أول زول أنتهج النحج ده بتاع الكتاب اللي أنا بكتبه الآن، في أساتذتنا كبار سابقيني عليه، يعني اللي هي دمج الدارجية المفردة البسيطة وكذا والعميقة في مدلولاتها وفي معانيها، والعفيفة عن الوصف المباشر والأشياء دي يعني. طيب نصر الدين، البيئة اللي بتربى فيها وبيقوم فيها الشاعر بتأثر كثير جدا على كتاباته. بالتأكيد بالتأكيد البيئة لها أثر كبير في إنتاج الشاعر وإنتاج الإنسان عموما. طيب كيف البيئة اللي أنت عشت فيها أثرت فيك؟ بتأثر فيك، البيئة بتأثر فيك بشكل أو بآخر. ف البيئة اللي أنا عشت فيها ليها تأثير طبعا كبير في. أنت تربيت وين؟ أنا تربيت هنا في الخرطوم، أنا من مواليد مدينة نيالة الجميلة، وبحيي ناس نيالة كلهم من هنا. وعشت مرحلة جميلة جدا من عمري في نيالة اللي هي لحد عمر 10 سنوات، فكانت مرحلة جميلة جدا. أثرت فيك المرحلة عشتها؟ بالتأكيد، مرحلة الطفولة والأيام الجميلة والصيبة والحاجات في 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 نيالة، والجو الجميل والخضرة والحاجات. فدي رسالة من هنا، بنتمنى إنه الأوضاع في نيالة وفي دارفور عموما تستغر يعني ويعم السلام السودان. طيب حاليا بقت الوسائط الحديثه، وممكن نقول مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد، بقت بتاثر تاثير كبير في نشر الشاعر
في نشر الكتابات اللي بتكتبها، هل أثرت الحاجة دي معاك؟ وهل أنت بتعتمد إنك تنشر دائما القصائد اللي يعني بتكتبها على السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي عموما لها دورها الكبير في التعريف بالشاعر وبالتعريف بالأدب وكل أنواع الفنون المختلفة يعني. فأكيد لها الأثر في نشر بعض الحاجات، لأنه الميديا طبعا يعني ما متاحه بشكل كبير. ودي فرصه انه انا اشكركم على الاستضافه الجميله دي. نحن سعيدين بك. طيب هل عندك صفحه معينه مثلا بتنزل فيها القصائد بتاعتك، او بتعتمد انك تنزل في صفحتك الشخصيه او في الجروبات العامه في شنو؟ ايوه ده اكيد. انا عندي حساب على معظم السوشيال ميديا، لكن مركز اكثر حاجه على الفيس. بحيي اصدقائي في الفيس كلهم وبقول لهم صباح الخير. فالفيسبوك عموما ادانا مساحات اكبر، وده دافع برضه انه الزول لانه فيه يعني فيه كميه من الشباب والناس ممكن انت تتفاعل معاهم. ايوه ما انت بتوصل رسالتك، ده اسمه الاتصال المباشر. انا دارس علاقات عامه، فالاتصال المباشر ده الميزه فيه انك يعني بتاخذ ردود افعال الناس. فاول ما تنشر مثلا نص او حاجه في الفيسبوك مثلا بتلقى تعليقات من اصحابك، ففي ناس بتقوم كده تعدل عليك حاجات. ايوه تحتفي بالمصر. تنشر كثير؟ تنشر قصائد كثيره؟ انا بشكل شخصي ما بقدر اسمي نفسي بنشر كثير. فحسب الكتابه، لكن اول ما يكون في نص جديد ما ببخل ابدا على الاصدقاء في الفيسبوك او وسائل التواصل الاجتماعي فبنشر. طيب اكيد في واحده من القصائد حسيت انه هي نالت اعجاب الناس شديد. الناس كتار ممكن عملوا لها مثلا مشاركه. أيوة ناس أكيد. علقوا لك كثير. ورينا واحده منهم. يمكن ان النص بتاع ما بيشبهك من النصوص اللي لقت احتفاء كبير في وسائل التواصل الاجتماعي ومن الاصدقاء عموما يعني. طيب للمدلولات جميل جدا. ما بيشبهك وجع المسافرين الخصب جرحك، على رهق السفر ما بيشبهك، وانا بندحك يا واصل جرفي على البحر، اندفقي خير وكون السنابل والطيور لو نقدت عصفورة، قندول القمح ما اظن دشر بتقوم بدل عشك بزور سلال محبة، الالف طير بس كوني خير، انعدق مني وكوني فيني سراب وضل لخطوة راجعة بلاك، وهم حفيانة منك وتحتسب الاختفاك، لسكة أبعد من حدود الذات حلم يلقاكي مفتوحة أبواب الوصول، بس كوني خير دايما أخير من بكرة الليلة وأمس، من ضي صباحك التمس تعب المسافرين العشم أو ينتظر، لو نجمة من مدن السراب عقدت على جيدك فوانيس جلست معاك بتختبس حجيها أني وأنهم أنك وأن كل الحكايات اللي بتمسح حزنهم أرويني حد من خيالات الظهيرة اللافحة من جمرك، غضب دلق على سكك الخروج ورجع يغاوم فرقتك تصلاه نارك، ويحتسب مصروع عليه أنغاط مدن دكت جحافلك روعته، يلمح أصاب عينك خلاص شايفك تعشر إلى السفن، لوح بآخر دمعة من جوف اللحب ندحك وداعا يا حزن، بس كوني خير بشرى وسلام، انعدقي مني وكوني فيني سراب وضل وكون الشمس حلم المسافرين للوصول، كون الشمس حلم المسافرين للوصول. طيب يعني نصر الدين في حاليا اصبحت في زياده كبيره في عدد الشعراء، يمكن مرينا بفتره بتاعت سكون نسبي ممكن نقول عليها. فحاليا في عدد كبير ظهر من الشعراء الجدد، والمساحات متاحه لانه اي شاعر يعني يبرز الشعر بتاعه يوريه للناس. وين بيجي التميز؟ ده كلام جميل جدا. التميز بعد ذاك بيبقى في الاختلاف، اختلاف المفردة، اختلاف اللغة اللي بيكتب بها الشاعر، أقصد باللغة الشعرية. فبالتأكيد الساحة فيها كم كبير من الشعراء، لكن في عدد كبير جدا مميز من شعراء الجيل الحالي، الشعراء الشباب. أنا بحييهم كلهم من هنا، وهم بتقع على عاتقهم مسؤولية الشعر الحديث، الشعر الشبابي اللي هنا دائما بندؤ به، واللي هي مفردتنا البسيطة ولغتنا السمحة يعني.
صحيح. طيب نصر الدين، انت ذكرت انه يعني التميز بيجي في المفردة الشعرية البكتيبة الخاصة او البصمة، ممكن نقول أكيد الخاصة بالشاعر. شنو البصمة بتاعت نصر الدين؟ والله ما عارف الحاجة دي، ممكن يقدر يتكلم انها المتلقي او الزول اللي بيعرف ما يكتبه نصر الدين بس علي. في شعراء، في شعراء يعني بيتعمدوا انهم يعملوا لهم لونية معينة او شكل معين يكتبوا بيه، حاجة يتميزوا بيها أيوة عن الاخرين. الحاجة دي ناجحة في رأيك ولا ما ناجحة؟ لا بالتأكيد ناجحة طبعا، ده اسلوبك انت، انت يعني مهما اخذت من الاخرين الا انك بيبقى لازم تنتهج اسلوبك انت الخاص، اسلوبك انت اللي بيعبر عنك، اللي بيعبر عن نفسياتك، عن احساسك، عن حياتك. فبالرد على سؤالك، ممكن تكون الحاجه المختلفه شويه عن نصر الدين، انه انا كده بحاول دائما انتهج الرمزيه وبعيف عن الجول المباشر. طيب نصر الدين انت بتكتب كيف؟ يعني مثلا بتحس حاجه معينه، احساس معين بيقوم بتكتبه، ولا بتخد فكره معينه في راسك تبدا تفكر انه تكتب عنها بأي طريقه؟ والله احساس احساس الكتابه عموما هي بتكون طبعا كفكره في الاول، لكن يعني فكره ما مرتبطه بزمان او 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 ظروف معينه يعني. فهو احساس ممكن يجيك في كل في كل الاوقات، ممكن يصحيك من النوم كمان بالمناسبه. بيجيك نص معين في راسك ولا بتجيك الفكره ولا احساس ولا شو؟ ال- 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 النص النص بيجيك 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 نص كامل، بعد ذاك انت ما عليك ودور الشاعر شو؟ الالهام اللي بيقولوا ال- ال- الالهام بالضبط كده، ودور الشاعر انه ينزل الالهام اللي هو حصل عليه وده يترجمه لكلمات مسموعه يعني، بعد ذاك بتصيغه تعبر عنه. ايوه ايوه بالضبط، ده اللي قاعد يحصل. طيب حاليا في كثير من الشعراء بيكتبوا الشعر الغنائي او شعر للفنانين اللي عشان يغنى يعني. فالحاجه دي طبعا بتخلد القصيده اكيد، وبتنشرها برضه، بتساعد في النشر اكيد. هل بتعتبر انه الشعر الغنائي بيوصل القصيده او بيوصل الكلمه اكثر من القصيده؟ والله ما بالضرورة، ما بالضرورة. الشعر كائن، أنا بسميه كائن غائم بذاته، فما محتاج لصوت غنائي أو 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 ميوزك مثلا إيش يعني يقوم يوصل. فالشعر عموما بيوصل وله جمهوره، أيوة عنده متزوغين وعنده جمهوره يعني. لكن ده برضو ما بيمنع إنه الشعر يتغنى مثلا يعني. أنا ما ضد فكرة إنه الناس تغني وكده، بس ما كل برضو النصوص بتنفع، ما كل النصوص بتنفع تتغنى، ثم انه النص لما يتغنى بيفقد بعض الحاجات حسب رؤيتي انا الشخصيه يعني. في ناس ما بشوفوا الحاجه اللي بالعكس، بحس انه أيوة بالتاكيد في ناس بتكتب للغرض الغنائي ده يعني. ما هو طبعا برضو يعني الكلمه لما يكون معاها موسيقى وصوت بتاع فنان بتبقى في يعني العمل ككل بياخد من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن لما تكون كلمه بس بتكون مؤثره اكثر. اكيد اكيد طبعا، هو بيضيف ليها الميوزك عموما بيضيف للنص برضه. طيب نصر الدين، احنا عايزين نسمع منك نموذج ثاني. طيب يا راجعه من وعر الدروب ارتاحي، ما شبهك تعب المشاوير والحواجز، اتكمي جدافك علي قادر السواعد تحتمل مشوار صعودك للسلام والبر، أمان كل المداخل تحتفيك، تفضلي وادخليني من أي منفذ يعجبك، من سد باب من مرقتك، لا دارت الأيام حضورك في المكان، غيبتك نزوح اللون من المشهد هنا، فشوفي كيف دحشت حضورك في القلب، جيرت جدران غرف كل البيوت وتكملت لوحة، طقة مفصل في الشبابيك، تاورت فرح المداميك، رقصت خيط الستاير، صالحت بين وردة زبلت ومسحرية، فرحدت في البال حمامتين وغنوا بيجيتك حدية، وكنت فارس محرجانك يا رحيفة، أبني لي شوقك قضية وأنزعك من ضيق خرافات البلاد، تخنقك وامرقك من جاحليات العصور، توعدك حلمي حلمك، حلمي حلمك يا بنية، يا حبيبة ويا صديقة ويا أخية، الوطن سلسال أسية، المواجع أشرقتنا، المصايب هي هي، إيدك الموفورة عافية، طبي بالجرح العلية، يا بسيطة وانت أكبر، أكبر من حدودك في الخريطة، أنا ما عشقتك شان
تحمي وتفتر الأحزان معاك. أنا جيت عشان أسمع غناك، فيلا غني يلا غني وأملي قلبك من يقيني واطمئني. بكرة ما قدرت تمني، بكرة نبني نمسح القبح السكن جوانا من زيف التواريخ وننتشي ونحتفيك شفع عشم أوتار نغم وتطمئني اطمئني اطمئني. طيب نصر الدين، يعني حاليا بقت في برامج شعرية كثيرة بتعكس الشاعر للجمهور، قدر شنو البرامج التلفزيونية الشعرية بتأثر في انه الشاعر يصل، وبتأثر في انه اي زول عنده ملكة شعرية يتحمس انه هو يكتب؟ ايوه في الآونة الأخيرة او من قبل سنين يعني ظهرت البرامج الشعرية، وهي مساحة إضافية للشاعر والشعراء عموما انهم يعبروا عن نفسهم، مساحة كان بيفتقد الشاعر ومحتاجها، لأنه مهما كان المساحة اللي بتتاح له من خلال البرامج العادية إلا إنه الشاعر محتاج يوصل حاجات، وهي رسالة كبيرة يعني. فالبرامج دي ليها دورها الكبير في إسراء الساحة، فشفنا الآن ناس كثيرة نجحت إنها تصل للناس من عبر البرامج دي يعني، فليهم التحية. نحن نتمنى لك إنك تنجح وتصل أكثر وأكثر للناس. تسلمي. ونتمنى لك التوفيق طبعا في حياتك العملية وحياتك الشعرية كمان. شكرا لك نصر الدين علي شاعر المبدع. نحن حنتواصل معكم في فقرتنا مشاهدينا لكن بعد هذا الفاصل.